السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات جميع المراحل. نستمر بقى إن شاء الله في الحلقات كيف يمكن أن أتفوق في الكيمياء أو الحصص التأسيسية في الكيمياء لجميع المراحل التعليمية. طبعا إن شاء الله دي الحلقة رقم 7، إن شاء الله نكمل معكم. ديت كيمياء وقلنا لجميع المراحل ممكن نستفيد منها في المراحل اللي فيها كيمياء، بداية من سنة 6 ابتدائي، تحضير غاز الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين. في بعض الرموز برضو بنقولها لهم برضو في سنة 6 عشان يعرفوها. أولى إعدادي فيها كيمياء، تانية إعدادي لغاية تالتة سنة. النهاردة هنركز على بعض الأمور. الحمض هو إيه؟ القاعدة هي إيه؟ التعادل أو الملح هو إيه؟ ثلاث حاجات مكررين في أولى إعدادي عشان الناس اللي يمتحنوا الأسبوعين الجايين دول في شهر 7، موجودة في أولى سنة وبرضه عندنا، وهنبدأ منها بعض المسائل المكررة في المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية. الحمض طبعا ليه كلام في العملي وليه كلام في النظر. يعني أي مركب أشوفه H2SO4 أعرف إن ده حمض، يبقى ما يبدأ ب H فهو حمض ما عدا الماء طبعا. يبقى ما يبدأ ب H ذرة الهيدروجين يعني فهو حمض، هو حمض ما عدا الماء، واكتبها بالخط العريض كده، ما عدا المي. طيب القلوي أو القاعدة ما ينتهي ب OH، أي مركب بينتهي ب OH عرفنا اللي هو إيه؟ قلوي. الملح لا يبدأ ولا ينتهي، لا يبدأ ب H ولا ينتهي ب OH. الكلام ده نظري. يعني ايه نظري؟ انا عندي NaCl ملح الطعام، عندي كربونات الصوديوم Na2CO3، يبقى انا عندي هنا بعض الرموز KOH، اي حاجة تنتهي ب OH زي ما قلنا تبقى ايه؟ قلوي. خلاص، يبقى القاعدة او القلوي، وفي فرق بينها في سنة، وطبعا ان شاء الله نعرفها لكم، لكن في اعدادي بنمشيها قاعدة او قلوي ما بتفرقش. طيب في المعمل بقى الحمض فيها حاء، حرف الحاء، يبقى يحمر ورقة عباد الشمس. بعض كتب بيكتبوها دوار الشمس او عباد الشمس عشان برضو ايه نعرف الكلمتين اللي بيتكتبوا. يبقى هنا بيحمر ورقة عباد الشمس. القاعدة او القلوي بيزرق، ده في العمل بقى، زرق ورقة عباد الشمس. طبعا الملح لا يؤثر على ورقة عباد الشمس، لا يتغير لونه. في مميزات تانية مش هندخل فيها في التفاصيل. ليه؟ لان عايزين نتكلم شوية عن الاحماض بقى. ايه حكاية الحمض؟ الاحماض العلماء قسموها، ودي مكررة بقى في اولى ثانوي، احادية القاعدية، وتفيد في تالتة ثانوي وفي تانية ثانوي، احادية القاعدية، ثنائية القاعدية، ثنائية القاعدية، وفي ثلاثية القاعدية، ثلاثية القاعدية. نركز تاني كده، أحادية القاعدية، ثنائية القاعدية، ثلاثية القاعدية. يعني ايه؟ أي واحدة، أي تعريف من التلاتة، أي حمض من الأحماض يتأين في الماء يعطي بروتين واحد، يبقى هو حمض يتأين، حمض يتأين في الماء أو يتفكك في الماء ويعطي بروتون اللي هو H موجب واحد. زي على طول عشان ناخد مثال، لان المثال هو اللي يثبت المعلومة. HCl لما يتفكك بيديني بروتون واحد. حمض النيتريك يبقى ده حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك من اولى اعدادي واحنا بنعرفه للطلبة لغاية تالتة ثانوي. حمض النيتريك HNO3، دي كلها احماض احادية. طيب ديت في الكيمياء العادية. الكيمياء العضوية عندي حمض الأسيتك أولى ثانوي أو الخليك، خلاص، CH3COOH، أحادي القاعدية، حينما يتأين يعطي مجموعة كربوكسايل واحدة، لأن في الكيمياء العضوية تتميز بوجود مجموعة كربوكسايل. أنا عندي ثنائية القاعدية بقى، إن هو حمض يتأين، حمض يتأين في الماء ويعطي اتنين بروتون،
يعني بتديني 2 اتش موجب 2 بروتون زي حمض الكبريتيك H2SO4 ميتائيا بتديني 2 اتش موجب. طيب في الكيمياء الأضوية حمض الأوكزاليك. طيب في الكيمياء العادية حمض الكبريتيك بس؟ لا، وفي حمض ايه؟ يبقى ده حمض الكبريتيك اهو، حمض الكبريتيك، وفي حمض الكربونيك، حمض الكربونيك دي برضو لازم نكون ايه عارفين H2CO3. نيجي هنا بقى ثلاثية القاعدية، حمض يتأين ويعطي 3 بروتون موجب، يعني بيديني 3 اتش موجب زي حمض الفوسفوريك H3BO4، يبقى ده حمض الايه؟ الفوسفور. طيب لو جينا على الصيغة الأولية والصيغة البنائية، لو جبنا مسألة عشان نحلها وتبقى سهلة بقى الأولى سنة وإن شاء الله وبتفيد في تالتة سنة وفي مسائل معينة عندنا، هنقول مسألة مثلا احسب الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية لمركب هيدرو، يعني فيه هيدروجين، هيدرو كربوني يعني فيه كربون وايه هيدروجين، نسبة الكربون 75% ونسبة الهيدروجين 25%. مسألة مشهورة قوي في كيمياء اولى ثانوي. خلاص بنبدأ نفكر فيها ازاي، بيديني بين قوسين كده الكربون 12 وبيديني الهيدروجين ايه بيساوي 1. نركز كده في الحل لخطوات انا بعملها في 6 خطوات كده سهلين بينفعوا في معظم المسائل. طبعا الصيغة الاولية اللي هركز عليها في الحصة دي الصيغة الجزيئية، هنكملها لكم المرة الجاية ان شاء الله. الصيغة الاولية نثبت بس طريقتها كده لانها لها 6 خطوات. اولا نمرة 1 هنقول كربون وهيدروجين، مركب الهيدروكربوني بيبدأ على الشمال بكربون وذرة ايه هيدروجين. نبدأ الخطوات كالآتي وبعملها لكم في صورة جدول كده ولها ايه خطوات. أول حاجة نفكر فيها نمرة 1 الكتلة الجرامية، ده مش عاطيني كتلة جرامية هنا، أمال في ايه؟ عاطيني نسبة الكربون 75 يعني كأنه 75 جرام، الهيدروجين 25 كأنه ايه 25 جرام. طيب رقم 2 كتلة واحد مول يعني ايه كتلة واحد مول؟ الكتلة الذرية اللي عطاها لي، يعني الهيدروجين 1 الكربون كام؟ 12. رقم 3 عدد المولات في قانون وبنعمله بمثلث عندنا في الباب الثاني في الكيمياء في اولى ثانوي، ان لو قسمنا الكتلة الجرامية على كتلة واحد مول بتدينا عدد المولات، يعني هقول 25 على 1 فيها 25، هنا 25 على 12 فيها 6.25. طيب بالقسمة على أقل عدد، يبقى رقم 4 كعنوان بالقسمة على أقل عدد، أقل عدد عندي 6.25 ولا 25؟ طبعا أنا عندي 6.25 هي الأقل، بس لازم أكتب البسط الأول، يبقى 25 على 6.25 و25 على 6.25، نقسم كده 25 على 6.25 وهنا 6.25 على 6.25 لأن البسط لازم أخده من لقبليها، يبقى البسط هنا 25 على 6.25 فال 4، 6.25 على 6.25 فال 1. إذن النسبة المئوية اللي طالعالي رقم 5 النسبة المئوية تساوي 4 إلى 1، يعني إيه 4 إلى 1 في الكيمياء؟ يعني ذرة الكربون 1 والهيدروجين كام؟ 4. يبقى الرمز اللي طالع عندي الصيغة الأولية اللي أنا مركز عليها في مسألة النهاردة، الصيغة الأولية CH4، يبقى CH4 ده مركب مشهور أوي في الكيمياء العضوية، هناخده في تالتة ثانوي إن شاء الله وعندنا في أولى ثانوي، اسمه إيه؟ الميثان. يبقى أنا هنا جبت الصيغة الأولية، في شق تاني الصيغة الجزيئية، بيبقى عاطيني الكتلة الجزيئية ولتكن مثلا أدي 4 و12 16 في 5 بديني مثلا 16 في 5 5 في 6 ب 30 يبقى 80، بديني مثلا الكتله الايه الذريه بتاعته 80،
خلاص دي خطوات تانية نعملها المرة الجاية إن شاء الله، عشان إيه ما ننساش الطريقة الأولانية اللي هي بتاع الصيغة الإيه الأولية. يبقى دي أول حاجة النهاردة خدناها، خدنا الحمض والقلوي والإيه والملح، وبدأنا ناخد تقسيمة الأحماض من حيث القاعدية وحادي وثنائي وثلاثي. وبعد كده خدنا مسألة في الصيغة الأولية وركزنا على الصيغة الأولية بس النهاردة. المرة الجاية ناخد المسألة هي هياها، مش هنحلها، تبقى محلولة، ونقول ازاي نطلع الصيغة الجزيئية منها لأن موجودة كمقياس لجمال ايه المسائل. ده كان آخر حاجة النهاردة في الحلقة السابعة في حصص تأسيس الكيمياء لجمال مراحل ابتدائية إعدادية ثانوية. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.